حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أُتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كُفن في بردة إن غُطي رأسه بدت رجلاه وإن غُطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال: وقتل حمزه وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط او قال اعطينا من الدنيا ما اعطينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام